أكد والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين أهمية الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبره خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق التوافق السياسي للعبور بالبلاد لمرحلة جديدة من مراحل تاريخها السياسي. قال والي نهر النيل خلال مخاطبته فعاليات الدورة التدريبية لجهاز تشغيل الخريجين، قال إن الولاية تنعم باستقرار أمني كبير، مما يؤكد عمل الأجهزة المختصة بتنسيق مشترك من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة وأمن الولاية. وأعلن الوالي أن الاتفاق يرسم خارطة طريق نحو البناء والوحدة ورسق النسيج الاجتماعي، وتعهد بالعمل الجاد وبذل مزيد من الجهد لتهيئة الأجواء لتحقيق الاستقرار كاملا في الخدمات المقدمة لإنسان الولاية. مرينا بمراحل فيها يعني ضيق وضيق شديد جدا في العيش، مرينا بمراحل فيها احتضان سياسي، مرينا بمراحل فيها يعني ظلم، مرينا بأشياء كثيرة جدا، وهذه الأشياء هي بيد الله، لكن نحن جزء من الشيء اللي بيحصل ده. لكن ما مرينا بأزمة أمنية، نحن نحمد الله ما حصل لنا تشوهات أمنية، ما حصل لنا انزلاق أمني، ما حصل لنا يعني فوضى خلاقة. هذا الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وإعلان والحرية والتغيير، والذي لا يستثني أحد، هنالك يعني خطوات يعني متسارعة نحو التوافق ونحو الالتئام ونحو الوحدة ونحو رتق النسيج الاجتماعي.